إذا كنت مما ولد قبل العام 1979، ربما أنت شاهد على أحد أكثر الأعوام في التاريخ مفصلية وغزارة من حيث الأحداث. وإذا كنت مما ولد بعده، فتلك فرصة لتتعرف على العام الذي غير حياتك حتى لو كنت غير مدرك لذلك. ولكي تدرك أن لا مبالغة في هذا الوصف، تخيل فقط لو لم يغزو السوفيات بلاد الأفغان وظلوا قوة عظمى، أو تخيل لو فشلت ثورة الإيرانيين ضد الشاه ولم تقم دولة إيران الشيعية، أو تراجعت مصر في اللحظة الأخيرة عن توقيع اتفاقية السلام وظلت بحالة حرب مع إسرائيل، أو فشل صدام في انقلابه ضد رفاقه بحزب البعث، أو لم تعلن الجزائر الشاذلي بن جديد رئيسا. هذه فقط بعض ما جرى في ذلك العام الذي قررنا أن نأخذك برحلة فيه تنعش ذاكرتك وتضيف لك بعض المعرفة. الشيوعية إلى غرفة الإنعاش. هل تذكرون هجمات 11 من سبتمبر العام 2001؟ هذه بدأت قصتها عام 1979. وهل تعلمون لما قادت أمريكا العالم منفردة في 30 عاماً الأخيرة؟ أيضاً كانت البداية من العام 1979. وهنا سنحدثكم عن الشرارة والبذرة. وأما البذرة فكانت في العاصمة الأفغانية كابول، والتي كانت مسرحاً لأكثر الأحداث التي ساهمت بتغيير مجرى التاريخ، وتحديداً ما جرى العام 1979. ولفهم ما جرى في هذا العام تحديداً، لابد من سرد الأحداث التي أوصلت أفغانستان والعالم إلى نقطة التغيير، حيث عبر تاريخها الطويل كانت بلاد الأفغان جزءاً من إمبراطورية الهند الإسلامية، التي جاء الاستعمار الإنجليزي إليها وقسمها لشيع وأمصار، تحولت خلالها أفغانستان إلى مملكة مستقلة وظلت هكذا حتى سبعينيات القرن العشرين، حيث جرى فيها انقلاب على الملكية من قبل ابن عم الملك، وكان ذلك العام 1973، وكان محمد داود خان عراب الانقلاب على الملك محمد ظاهر شاه، وأحال البلاد إلى جمهورية بعد أن كانت مملكة. وفي ذلك التوقيت كان قد نشأ حزب شيوعي في بلاد الأفغان بدعم مباشر من موسكو عاصمة الاتحاد السوفيتي آنذاك. والعام 1978 نجح الحزب الشيوعي بالانقلاب على داود خان ليبدأ بتطبيق برنامج شيوعي غير به ملامح البلاد التي لطالما كانت بلادا تقليدية، وبدأ حربا على الدين والتدين انتهت بثورة شعبية بدأت تتنامى في المدن الأفغانية آنذاك. وبحسب عدة تقارير استخباراتية لاحقة، فإن واشنطن التي كانت في حرب باردة مفتوحة مع الشيوعية تطوعت لدعم المعارضة الأفغانية حتى قبل تدخل السوفيات، وليس حبا بالأفغان بقدر ما هو كره بالشيوعيين وفكرتهم. لتسفر الثورة الشعبية لاحقا وتحديدا صيف العام 1979 عن تدخل سوفيتي عسكري واسع النطاق اجتاح خلاله الجيش الأحمر بلاد الأفغان للدفاع عن الحكومة الشيوعية الموالية له في كابول. هنا تطوعت الولايات المتحدة ومعها حلفاؤها في كل العالم لدعم المقاومة الأفغانية التي أخذت طابعا إسلاميا آنذاك، وبدأت عمليات الحشد والتسليح والتحضير انطلاقا من المناطق الباكستانية، حيث كانت إسلام أباد حليفة موثوقة لواشنطن ومعادية لموسكو، وحتى الدول العربية الكبرى دخلت على خط الدعم لأفغانستان، وفتح بشكل شبه علني باب الجهاد في عدد من هذه الدول التي كان أبرزها السعودية ومصر آنذاك، وتدفق من باتوا يعرفون بالمجاهدين العرب على أفغانستان. هناك وعلى الحدود بين أفغانستان وباكستان ستولد عديد الحركات التي سيسطع نجمها لاحقا، حيث ولدت حركة طالبان ومعها حركات أخرى أفغانية الطابع كالجماعة الإسلامية والجبهة الإسلامية الوطنية وحزب قلب الدين، والأبرز فيهم جميعا
كان تنظيم القاعدة الذي سيضم في غالب أعضائه مقاتلين عرب. ستبرز أسماء عدة منهم لاحقاً كأسامة بن لادن سعودي الجنسية وأيمن الظواهري مصري الجنسية. وبالعودة للعام 1979 حيث بدأت الحرب التي ستستمر طويلاً في تلك المنطقة من العالم، فيها سيسقط ضحايا كثر ويعم الخراب والدمار معظم بلاد الأفغان، بالإضافة لما سيلحق بالجيش الأحمر من هزائم عدة ستؤدي لإرهاق الجيش ومن فيه، حتى جاء العام 1988 لتقوم اتفاقية جنيف التي ستجمع كل من باكستان والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، ليتم الاتفاق فيها على انسحاب الجيش الأحمر والذي أتم انسحابه العام 1989، ذاته العام الذي سيشهد بداية أفول شمس الشيوعية في العالم بعد انهيار جدار برلين الذي أدى لسقوط الحكم الشيوعي في ألمانيا الشرقية، لتبدأ بعدها سلسلة انهيارات أخرى كان أكبرها وأبرزها انهيار اتحاد السوفيتي برمته، لتكون نتائج المغامرة السوفيتية قبل 10 أعوام من هذا التاريخ أي العام 1979 نتائج كارثية على الاتحاد وربما على العالم، حيث فيما اعتبر نتائج غير مباشرة لحرب الجيش الأحمر في بلاد الأفغان هو انهيار الاتحاد السوفيتي وهزيمة المعسكر الشرقي برمته، بالإضافة لانفراد الولايات المتحدة بحكم العالم وإعلان نفسها القوة الأولى والوحيدة على قمة الكوكب. وأما النتائج المباشرة فكانت وصول طالبان الإسلامية لحكم أفغانستان وولادة تنظيم ابتكر فكرة الجهاد العالمي، هو تنظيم القاعدة الذي قيل في أروقة السياسة الأمريكية والإعلام الغربي إنه أعلن حربا مفتوحة على العالم، حرب لاحقا وبعد 20 عاما من ولادة هذا التنظيم ستؤدي إلى حروب أخرى مدمرة تمهد لنظام عالمي جديد، غير ذلك الذي ولد مطلع التسعينات مع انهيار اتحاد السوفييت. ولاحقا أيضا سيخرج المسؤولون السعوديون للقول إنهم دعموا حركة الجهاد هذه في أفغانستان لعيون واشنطن وتلبية لرغباتها، ومع هذه الحركة ستولد حركات أخرى محلية ستعلن الجهاد ذاته على البلاد التي خرجت منها، فالسعودية ومصر اكتوت بنار هذه الحركات التي صنفت بين متطرفة وإرهابية، ما سيمهد الطريق لتغيير آخر سيجري في المملكة العربية السعودية نفسها التي وصل لسدة الحكم فيها أمير شاب، أعلن ذات تصريح أن بلاده انتظرت 30 عاما كي تتنبه لخطر التطرف وأنه سيعلن حربا عليه وسيدمره تدميرا، ولأن نتائج ما جرى في تلك السنة من التاريخ أي العام 1979 لا تنتهي، فيكفي الحديث عن حركات كان لها تأثيرها البارز في تغيير مجرى التاريخ هي أيضا ولدت بفعل تلك الشرارة، والحديث هنا عما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام والتي ستشتهر باسم داعش، وهي حركة ولدت من رحم القاعدة لاحقا ستبني إمارة تتطلب تحالفا دوليا لإزالتها، وستؤدي إلى حروب أخرى ساهمت بتدمير وتشريد العديدين فضلا عن سقوط الضحايا من المدنيين والآمنين. وإذا ما أردنا الإسهاب أكثر في الحديث عن النتائج فيكفي القول إن حروبا أهلية مدمرة اشتعلت في بلدان عربية كانت شرارة ما جرى في أفغانستان شعلة لها، فبمراجعة ما يعرف بالجزائر بالعشرية السوداء، تلك الحرب الأهلية التي أسقطت من الجزائريين قرابة 250,000 قتيل كان أحد أطرافها العائدون من الجهاد في أفغانستان، هؤلاء الذين أدمنوا القتال في جبال تورا بورا، كما أن عديد الحركات المتطرفة التي نشأت وترعرعت في الصحراء الكبرى وشمال إفريقيا هي صنيعة المجاهدين السابقين والذين هم وفق عديد الوثائق صنيعة مخابرات غربية وحتى عربية. وفي تتبع خيوط حرب السوفيات والأفغان ستصل أيضا لحروب فتكت بسوريا والعراق لاحقا وحتى اليمن، هذه الدول التي ضمت الحرب فيها طرفا هو ذاته الابن الشرعي لحركة المجاهدين، حيث القاعدة في بلاد الرافدين وحركة النصرة وتنظيم القاعدة
في جزيرة العرب كلها تنظيمات ولدت من رحم القاعدة، كان لها دورها في كل ما اشتعل من أزمات في هذه الدول. وليس ببعيد عنهم ما وصل إليه الصومال، البلد الذي كوته نار من يعرفون بالشباب المجاهدين، أولئك الذين أعلنوا الولاء لتنظيم القاعدة الأم في جبال تورا بورا. وكثيرة هي الأحداث التي ارتبطت بشكل مباشر وغير مباشر بما جرى في تلك الفترة من الزمان. وفي ذلك العام 1979، إيران بثوب جديد. ربما لو كنت مواطنا عراقيا أو سوريا أو لبنانيا أو يمنيا أو حتى مواطنا عربيا عموما، فأنت حتما ستكون من أشد المتأثرين بما جرى تحديدا في 11 من شباط فبراير العام 1979، وهي لحظة فارقة ليس فقط في تاريخ إيران والعرب، بل بتاريخ العالم كله. ففي ذلك اليوم تحديدا هبطت طائرة المدعو روح الله مصطفى أحمد الموسوي الخميني، الرجل الذي سيعيد إنتاج إيران بصبغة طائفية شيعية، ويبتدع فكرة الدولة الدينية، وسيعلن مع مشروعه هذا المتعلق بالداخل الإيراني مشروعا آخر خارجيا سيطال دول الجوار والأقليات القاطنة فيها، ما ستسبب باندلاع ما ستعرف لاحقا بحرب الخليج الأولى، وما سيتسبب أيضا باندلاع منافسة طائفية في المنطقة، حيث ستبدأ السعودية المجاورة بسن حرابها الطائفية هي الأخرى لمجابهة طائفية إيران الخمينية، وستبدأ معارك عدة ستكون ساحتها دولا عربية عديدة ستدفع شعوبها ثمن النار الطائفية المستعرة. ولفهم ما جرى في ذلك العام وكيف ولد الحدث الذي سيخلف أحداثا أخرى ستغير وجه المنطقة للأبد، لابد من العودة إلى ما قبل ذلك التاريخ، حيث ولدت إيران بحلتها العلمانية غربية الطابع والهوى عشرينيات القرن الماضي، وتحديدا العام 1925، حين اعتلى القائد العسكري الفارسي رضا خان سدة الحكم في طهران عقب انقلاب عسكري أطاح بحكم آخر شاهات الدولة الصفوية أحمد شاه قاجار، وأعلن قيام دولة البهلويين في بلاد فارس بعد أن بدل اسمها من فارس إلى إيران، وسن قوانين علمانية تعادي ما كانت تقوم عليه الدولة الصفوية، ما تسبب في حنق رجال الدين وغضبهم من الحكم الجديد، والذين سعوا أكثر من مرة للثورة عليه لكن دون جدوى، فقد كان حكم رضا شاه ونجله الذي خلفه محمد رضا بهلوي مدعوما من الغرب، حتى دخل السوفيات على الخط وأرادوا التخلص من جارهم الجنوبي الموالي لواشنطن فدعموا اليسار في إيران. وهؤلاء استغلوا الأوضاع الاقتصادية السيئة التي عانت منها إيران وبدأوا بالتحريض على حكم الشاه، لتصبح فئات عدة من الإيرانيين ضد حكم محمد رضا بهلوي، والذين استغلوا ثورة شعبية انطلقت العام 1978 ضد الحكومة في طهران، فامتطاها رجال الدين الإيرانيون والذين كانوا يدينون بالولاء لرجل الدين المنفي الخميني الذي كان في ضيافة العراقيين ويتلقى دعما منهم نكاية بالشاه، حيث ظنت السلطة في بغداد أن إضعاف نظام الشاه هو في صالحهم، خاصة أن الرجل أي الشاه كان يلقب بشرطي أمريكا في منطقة الخليج ويحتل أراض عربية على رأسها الأحواز، لذا كان لابد من دعم الثائرين عليه. لكن أخطأت حسابات الجميع، حيثما إن نجحت الثورة التي بات الخميني قائدها، حتى انقلب الخميني على الجميع بما في ذلك العراقيين أنفسهم الذين آووه لسنوات، وبدأ بالعمل على تصدير ما بات يعرف بمشروع تصدير الثورة. وهذا المشروع أبرز مبادئه تأليب الأقليات الشيعية في دول الجوار ودفعها لاستنساخ النموذج الخميني الشيعي والثورة على الأنظمة والحكومات في الدول القاطنة فيها، فولدت عديد الحركات والميليشيات المسلحة المتطرفة والتي حملت على عاتقها
نشر أفكار المذهب الخميني في الدول العربية على غرار حزب الله اللبناني وحزب الله الكويتي والسعودي وحركة الحوثي وغيرها من الميليشيات التي بدأت تتناثر في كل مكان. ولأجل الخوف من هذا المشروع اندلعت الحرب العراقية الإيرانية التي تسببت بدمار وخسائر كبيرة لدى الطرفين، كما أدى ذلك إلى مواجهات غير مباشرة بين طهران والرياض في العراق وسوريا ولبنان واليمن، حروب لم ترحم أحداً ومنافسة محمومة دفع ثمنها العديد من شعوب العرب، وآخرها ما جرى في العراق عقب الاحتلال الأمريكي وفي سوريا بعد الثورة التي اندلعت بوجه النظام، وفي لبنان حيث يسعى حزب الله لبسط هيمنته على البلد، واليمن التي تحاول ميليشيا الحوثي استنساخ تجربة حزب الله فيه. لذا جميع من يعانون هنا أو عانوا بسبب ما جرى في هذه البلدان وغيرها عليهم أن يرجعوا إلى تاريخ واحد محدد، وهو اليوم الذي اعتلى الخميني سلم طائرته من باريس إلى طهران ووطأت أقدامه لأول مرة بلاده عقب نفيه من إيران زمن الشاه، ووعوده للشيعة حول العالم بأن دولة ولدت لرعاية مصالحهم والوصاية عليهم حتى لو كان ذلك سيكلف الكثير. وهذا ما حدث منذ العام 1979. صدام رئيسا للعراق. إذا كنت من غير المنهمكين في التاريخ، ربما يتبادر إلى ذهنك وأنت تسمع عن تناثر القواعد والقوات الأمريكية في المنطقة العربية عن سبب قدوم هذه القوات، وبالتأكيد مع بحث قليل ستأتيك الإجابة المباشرة بأنها جراء ما يعرف بحرب الخليج الثانية، أو يوم قرر صدام حسين غزو الكويت وإعلان حربه على دول الخليج، ولعل أسباباً أخرى وأعقد خلف التواجد الأمريكي، لكن يمكن الانطلاق من غزو الكويت كنقطة تحول فاصلة من تاريخ المنطقة وشعوبها، حيث سيليها فرض حصار على العراق ومن ثم غزوه واحتلاله، وسيغير وجه المنطقة إلى الأبد. وقبل الإمعان بما جرى من تغييرات لابد من العودة للجذور، وأصل الحكاية التي كانت قد بدأت مع إعلان رئيس جديد للعراق منتصف العام 1979. هذا الرئيس هو صدام حسين مجيد التكريتي، ولفهم كيفية اعتلاء صدام لعرش العراق لابد من استعراض سريع لما سبق لحظة الإعلان هذه، حيث عقب سقوط الحكم العثماني على أرض العرب وسقوطه لاحقا حتى في اسطنبول، ولدت دولة ملكية في العراق كان على رأسها الملك فيصل بن الشريف حسين بن علي، والذي حكمت سلالته في بغداد حتى العام 1958، حيث جرى انقلاب قاده ضابطان هما عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف. لاحقا وفي العام 1963 لن يطول بقاء قاسم في الحكم، حيث سيجري الانقلاب عليه من قبل حزب البعث ممثلا بالضابط التكريتي أحمد حسن البكر وبمباركة رفيقه عبد السلام عارف، وسيعتلي رئاسة الجمهورية عارف فيما أصبح البكر رئيسا للوزراء. عقب ذلك سيعود للعراق من منفاه في مصر أحد أبناء تكريت، وهو صدام حسين الذي سيبدأ بإثبات ولائه للبكر. وعقب أحداث عدة تخللها سجن صدام حسين والبكر وغيرهم من البعثيين من قبل عارف، سينجح انقلاب بعثي بالإطاحة بعبد السلام عارف واعتلاء البعث منفردا بالسلطة في بغداد، ويعين أحمد حسن البكر رئيسا للبلاد، فيما أصبح صدام نائبا للبكر العام 1968، والذي أي صدام سيبدأ بالاستيلاء شيئا فشيئا على السلطة حتى تمكن بانقلاب أبيض منتصف العام 1979 من إزاحة البكر من السلطة نهائيا وإعلان نفسه القائد الواحد والأوحد للعراق. وفي ذات العام كان تبدل نظام الحكم في إيران جارة العراق، ليرافق اعتلاء صدام للعرش تغييرات عدة في المنطقة، ليبدأ الرجل المنفرد في حكم بغداد أولى حروبه العام 1980، وكانت على طهران المجاورة
والتي بدأت باستفزاز العراقيين عبر السعي لتصدير الثورة إليه. حرب دامية ومدمرة استمرت حتى العام 1988، ولطالما وصفت هذه الحرب بالعبثية حيث انتهت بنتيجة لا غالب. والحقيقة أن كلا الطرفين هزم في هذه المعركة التي سقط فيها أكثر من 1,000,000 قتيل، وخلفت 2,000,000 جريح وقرابة 150,000 أسير من كلا الطرفين، فضلا عن الدمار الهائل في كلا البلدين وإضعاف قواهما العسكرية. وعلى الرغم من كون الطرفين أعلن انتصارهما في هذه الحرب، إلا أن النظام تحديدا في بغداد بحث عن نصر آخر يزفه للعراقيين، فاختار غزو الكويت العام 1990. وقيل في أسباب هذا الغزو الكثير، لكن ما هو ثابت منه أنه كان وبالا على العراقيين قبل شعب الكويت، حيث طالبت السلطة في الكويت أنذاك بتدخل دولي لحماية بلادهم من غزو صدام، ما استجلب قوات دولية كان على رأسها الأمريكيون المتعطشون للقدوم للمنطقة بعد أن فقدوا حليفهم الوفي في طهران العام 1979. ومنذ ذلك التاريخ جاء الأمريكيون ورفضوا المغادرة، لا بل حتى أنهم اتخذوا ذريعة وهمية كتطوير العراق لأسلحة دمار شامل لغزو بلاد العراقيين وإسقاط نظام صدام. وهذا ما جرى العام 2003، حيث أدى السقوط الكبير للنظام في بغداد إلى فوضى عارمة ليس فقط في العراق وحده، بل حتى في دول الجوار، وتحولت بلاد الرافدين إلى أرض خصبة لولادة المتطرفين من كل مكان، فطالتها أيادي إيران الساعية للانتقام وتحقيق حلمها بالتمدد، وولدت عديد الميليشيات الطائفية برعاية الإيرانيين. وفي مقابلها وجد تنظيم كالقاعدة بيئة مناسبة للتواجد في دول عربية، ودارت حرب طائفية عقب الاحتلال سقط فيها ما يقارب 500,000 قتيل، فضلا عن القتلى الذين سقطوا في الغزو وجراء أعمال العنف، ليصبح عدد قتلى العراقيين بالملايين وأضعافهم من المنكوبين والمهجرين واللاجئين. ناهيك أيضا عن التأثيرات التي طالت دول الجوار، حيث لاحقا وعقب اندلاع الثورة السورية سيجد المتطرفون في العراق فرصة للتمدد أكثر، وسينشط على أرض السوريين جماعات متطرفة قدمت إليهم من أرض الرافدين. والحديث هنا عن القاعدة وتنظيم الدولة وغيرهما، فضلا عن الميليشيات الإيرانية التي زحفت من العراق إلى سوريا لنصرة النظام. كل هذه الأحداث وغيرها، وكل هذه التأثيرات التي طالت الملايين والتي ما زال عديدون يدفعون ثمنها، ربما ما كانت لتكون لولا تلك اللحظة التي أعلن فيها العراق وصول رئيس جديد لحكم البلاد في العام 1979. أول صديق لإسرائيل من العرب. On September 17th, 1970. لعل أبرز المشاهد العربية التي لن تمحى من الذاكرة السياسية كان الاغتيال على الهواء مباشرة للرئيس المصري محمد أنور السادات أثناء حضوره حفلا عسكريا بمناسبة نصر أكتوبر العام 1981، مشهد هز مصر والعالم العربي وربما العالم، وساهم في قلب حياة المصريين وحتى العرب. حدث ما كان له أن يكون لولا ذلك التوقيع الذي جرى في شهر أذار مارس من العام 1979، حيث هذه اللحظة التي كانت فارقة بالتاريخ المصري والعربي وحتى العالمي، فقد كانت لحظة إعلان خروج مصر رسميا من المعسكر الشرقي المناوي للغرب ودخولها في فلك الغرب، كما وضعت حدا للصراع المصري الإسرائيلي. وأكثر من ذلك، كانت لحظة قطع بها العرب مصر لأول مرة وطردت فيها القاهرة من الجامعة العربية. كل هذا كان عقب التوقيع التاريخي لمصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل في 26 من أذار مارس العام 1979، توقيع خلفه قصة وحكاية سنرويها لك، وكانت قد بدأت قبل ذلك بكثير.
حيث في العام 1948 أعلن قيام دولة إسرائيل على أراضي الفلسطينيين بعد أن تم تهجيرهم وإحداث المجازر فيهم وسلب أراضيهم. فاندلعت أولى الحروب العربية الإسرائيلية وكانت آنذاك تحت قيادة الأردن ومعها مصر زمن الملكية، وانتهت تلك الحروب بهزيمة للعرب بفعل الدعم الكبير الذي تلقته العصابات الصهيونية آنذاك من الغرب. وكان لهزيمة المصريين في الحرب أثر كبير، حيث على أثر ذلك نمت خلايا بين الضباط المصريين بدأت بالتفكير بقلب نظام الحكم. وفعلا هذا ما جرى في صيف العام 1952، حيث اعتلى السلطة في القاهرة ضباط أطلقوا على أنفسهم اسم الضباط الأحرار بعد نفي الملك فاروق وعائلته، وتحولت مصر إلى جمهورية يرأسها محمد نجيب وحكومتها يقودها جمال عبد الناصر، الذي قام العام 1954 بانقلاب أبيض أقصى فيه نجيب من السلطة وانفرد هو فيه بحكم المصريين، ليعلن عبد الناصر إصلاحات عدة في مصر وليعلن معها فكرته القومية القائلة بتوحيد العرب. وكان من ضمن ما رفعه عبد الناصر من شعارات رحيل الإنجليز نهائيا عن أرض مصر واسترداد قناة السويس من إدارتهم، أمر كلف مصر العام 1956 حربا عرفت بالعدوان الثلاثي على مصر، قادته كل من إسرائيل وبريطانيا وفرنسا، وانتهى باحتلال سيناء وتعطيل مجرى قناة السويس مع وجود مقاومة مصرية قوية ومساندة دولية قادها آنذاك الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت القوتان الجديدتان اللتان تزعمتا قيادة العالم. فانسحبت الدول الثلاث المعادية لمصر وأعلن ناصر نصره عليهم، ولكنه ظل يردد شعار الفناء لإسرائيل التي بدأ يعد العدة لقتالها. وهذا ما جرى فعليا العام 1967 قبل أن تمنى قواته بهزيمة ساحقة، على إثرها خسرت مصر سيادتها على سيناء كما خسرت سوريا الجولان ومحافظات مجاورة، وفقد الأردن سيطرته على الضفة الغربية والقدس. ولكن الخسارة الأبرز والأكبر كانت للمصريين الذين أصبحوا عقب ذلك يبحثون عن معركة استرداد هيبة جيشهم قبل استرداد أرضهم، وانتظروا سنوات قبل أن يعلنوا جاهزيتهم لهذا الهدف. وخلال هذه السنوات توفي الرئيس جمال عبد الناصر ووصل للسلطة خلفا له الرئيس محمد أنور السادات صاحب الحمولة الفكرية المخالفة لما كان يحمله سلفه عبد الناصر. لكن حسب الخطة المنشودة سار الرئيس الجديد حتى العام 1973 حين باغت الإسرائيليين بحرب مكنت قواته من عبور القناة لأول مرة وسجل أول نصر للمصريين، كما عززت موقف مصر في التفاوض مع إسرائيل لاسترجاع شبه جزيرة سيناء المحتلة. مفاوضات فتحت شهية السادات لما هو أكثر، حيث طمح الرئيس إلى سلام مع أعدائه ينهي حالة الحرب المفتوحة، وهذا ما بدأ العمل عليه حتى وصل إلى تل أبيب العام 1977 وألقى خطابه الشهير في الكنيسة الإسرائيلية قبل أن يصل للعام 1978 حين بدأت المفاوضات العلنية برعاية أمريكية في كامب ديفيد، والتي رسمت الخطوط العريضة للاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه. في الشهر الثالث من العام 1979 اتفاق لم تعد مصر كما كانت قبله، حيث بدأت بتطبيق ما عرف آنذاك بسياسة الانفتاح على الغرب، كما تعرضت لمقاطعة عربية دامت 10 سنوات، وأيضا بفعل تداعيات التوقيع تعرض السادات لعملية الاغتيال وباتت السلطة في قبضة الرئيس محمد حسني مبارك الذي دخلت مصر في عهده حقبة مختلفة عن سابقيه، والذي استمر في الحكم قرابة 30 عاما، قلبت فيها حياة المصريين رأسا على عقب، وانتهت العام 2011 بثورة شعبية على نظامه كان له الأثر الكبير في تغيير حياة المصريين، وربما ما هو أبعد من المصريين، حيث كانت الثورة المصرية رفقة التونسية المحفز الرئيس لبقية الشعوب العربية للثورة على أنظمتهم. وهذا ما جرى في اليمن وسوريا وليبيا وصولا للسودان والجزائر،
وأكثر من ذلك، وصل لأول مرة لحكم مصر جماعة متعطشة للسلطة وفعلت من أجل بلوغها الكثير. والحديث هنا عن جماعة الإخوان، والتي لم يطل مكوثها على صدور المصريين، حيث خرج المصريون في عام 2013 للمطالبة بإسقاط الإخوان، ما مهد الطريق لوصول رئيس جديد للسلطة في القاهرة، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي بدأ معه عصر جديد. وكثيرة هي التغييرات التي جرت في مصر وطالت العالم العربي، ليس فقط في السياسة والاقتصاد، بل حتى في الفن والثقافة. فبعد المقاطعة العربية لمصر ظهرت ما عرفت بسينما المقاولات أو السينما التجارية، التي أسفرت لاحقا عن ولادة مصطلح السينما النظيفة للتمييز بينها وبين سينما المقاولات، التي بنظر بعض النقاد أي سينما المقاولات اعتمدت على الإسفاف لاستثارة الجمهور وحصد المشاهدات، بعد أن أقفلت السينما العربية أبوابها بوجه الأفلام المصرية، وكان الاعتماد فقط على حضور المصريين، أي أن التغيير طال معظم نواحي الحياة في مصر والإقليم. وكل هذا يمكن التأريخ له من لحظة أعلنت مصر وإسرائيل أن السلام بات يحكم العلاقة بينهما منذ أذار مارس العام 1979. الرئيس الذي وضع الجزائر على الحافة. ربما الجزائريون قبل غيرهم يدركون أن ما عاشوه وعانوه تسعينات القرن العشرين ودفعوا ثمنه طويلا، وربما حتى الآن ما زال يلقي بظلاله عليهم. كله بدأ من نقطة واحدة تحديدا، حين نودي بالرئيس الشاذ بن جديد رئيسا للجزائر في شباط فبراير العام 1979. وقبل الحديث عن تداعيات تعيين بن جديد رئيسا، لابد من نظرة للتاريخ الذي أوصل الرجل لرئاسة البلاد. والقصة بدأت عقب اندحار الاستعمار الفرنسي عن الجزائر العام 1962. هنا وصلت للحكم في البلاد المستقلة حديثا مجموعة من قادة الثورة الجزائرية التي كانت على خطوط المواجهة مع الاحتلال الفرنسي. فاعتلى بديء الأمر أحمد بن بلة رئاسة البلاد، ولكنه لم يمكث في الحكم طويلا، حيث في العام 1965 جرى انقلاب عليه من رفاقه في الثورة وتحت قيادة هواري بومدين، الذي أصبح الرئيس الثاني للجزائر المستقلة، والذي بدأ عملية إصلاح واسعة في عدة قطاعات. كما يوصف بأنه رئيس كان يحمل مشروعا للجزائر، ولكنه كان بالمقابل يحكم البلاد بقبضة حديدية جعلت الأوضاع مستقرة نسبيا في عهده، وهذا ما دفع إلى حدوث فراغ كبير عقب وفاته العام 1978، حيث تنافس على مقعد الرئاسة أسماء عدة، كان من بينها محمد صالح يحياوي الذي كان أحد قادة جبهة التحرير الجزائرية، وكذلك عبد العزيز بوتفليقة. لكن الأمور استتبت بعد أشهر إلى من كان يشغل وزير الدفاع في أواخر عهد بومدين، والحديث هنا عن الشاذ بن جديد، الذي اعتلى السلطة رسميا في شباط فبراير عام 1979، والذي كان يعتبر من الرعيل الأول لقادة الجزائر نحو الاستقلال. ووقوفه على رأس وزارة الدفاع مكنه من الوصول للحكم في البلاد، على الرغم من كونه كان يعتبر أكثر ميلا للغرب من سلفه بومدين، ومن المؤمنين بسياسة الانفتاح على العالم، حتى أنه كان من المؤمنين بالديمقراطية بخلاف كثير من رفاقه في الثورة، وسعى جاهدا لنقل الجزائر إلى عصر جديد بعد بومدين، لكنه اصطدم بعراقيل كثيرة، كان من بينها عوامل داخلية وأخرى خارجية. وقفت على رأسها تيارات داخل الجزائر نفسها حاولت إيقاف خطة بن جديد التعريبية للبلاد، منهم القبائل ومن يعرفون بالجزائر بالمفرنسيين. هؤلاء قادوا حراكا منتظما لعرقلة أي حركة إصلاحية للرئيس، وبذات الوقت خرجت حركات إسلامية أخذت دفعة بعد وصول الحكومة الإسلامية في طهران، وبعد عودة عديد المقاتلين من الجهاد في أفغانستان.
واستمرت الأوضاع إلى مزيد من التأزم، خاصة مع عزم بن جديد تطبيق خطة إصلاح اقتصادي عرفت بالخطة الخمسية، لتأتي عوامل خارجية لتزيد الاحتقان، حيث شهدت أسعار النفط في النصف الثاني من الثمانينيات انخفاضاً كبيراً، أحدث أزمة اقتصادية في الجزائر التي كانت تعتمد على تصدير الطاقة. ومع هذه الأزمة جرت مظاهرات شعبية للمتضررين العام 1988، ما دفع الرئيس لإعلان رزمة إصلاحات عديدة، كان على رأسها إصلاح سياسي يقتضي إجراء انتخابات ديمقراطية في البلاد. وفعلاً هذا جرى العام 1991، حين انطلقت انتخابات برلمانية حصلت بها من كانت تعرف بجبهة الإنقاذ على الأغلبية. وجبهة الإنقاذ هذه كانت معروفة بعدائها لجبهة التحرير الوطنية ومبادئها، ما حدا بالجيش الجزائري للتدخل وإلغاء النتائج، ليفتتح الجزائريون عامهم الجديد في عام 1992 برد عنيف من جبهة الإنقاذ وأنصارها، خاصة بعد مغادرة بن جديد لكرسي الرئاسة مطلع العام 1992، لتتطور الأحداث لاحقاً وتدخل حركات أصولية أخرى على خط الحرب التي باتت أهلية في البلاد، منها الجماعة الإسلامية المسلحة والحركة الإسلامية المسلحة والجبهة الإسلامية للجهاد المسلح والجيش الإسلامي للإنقاذ، وهو الجناح المسلح للجبهة الإسلامية للإنقاذ. كل هذه الحركات تخندقت بطرف في مقابل الجيش الجزائري الذي حمل على عاتقه فرض الاستقرار بالبلاد، أمر كلف الجزائريين حرباً عمت شوارعهم ومدنهم ودفع ثمنها مئات الألاف، حيث قدرت خسائر الجزائريين في تلك الحرب ما يقرب من 250,000 قتيل. ولم تتوقف الحرب إلا بعد أن قدمت الحكومة الجزائرية آنذاك خطوات نحو التهدئة والسلام، ليأتي العام 1997 وتعلن جبهة الإنقاذ ترك السلاح عقب عديد ما وصف بالمجازر التي ارتكبها المقاتلون في صفوفهم ضد المدنيين، ليأتي العام 1999 حاملا معه تغييرات أكبر بوصول عبد العزيز بوتفليقة للحكم في البلاد، والذي بدأ بتطبيق سياسة التهدئة وحصر المعركة ضد المقاتلين المتطرفين، لينتهي الأمر العام 2002 مع إعلان غالبية المقاتلين رمي السلاح إلا فئة قليلة تولى الجيش مطاردتها حتى الآن. لكن مع قدوم الألفية الجديدة طوت الجزائر واحدة من أكثر الصفحات دموية في تاريخها، أحداث كلفتها الكثير وتركت تأثيراتها على حياة الجزائريين الذين مكثوا تحت حكم بوتفليقة طويلاً، وتحديداً حتى العام 2019، حيث اندلعت احتجاجات في الشارع الجزائري تطالب برحيل الرئيس بوتفليقة بعد قرابة 20 عاماً مكثها في السلطة. شهدت في عهده الجزائر أحداثاً عدة، وقبله كذلك وحتى بعده، حيث في الجزائر الآن نظام جديد وعصر جديد آخر بدأ بعد أن انقضت أحداث عدة غيرت حياة الجزائريين للأبد، كلها كان لها شرارة انطلقت مع تعيين الرئيس الشاذ بن جديد العام 1979. أثر الفراشة. في إحدى قصائده الشهيرة يقول الشاعر الفلسطيني محمود درويش في قصيدته أثر الفراشة: أثر الفراشة لا يرى، أثر الفراشة لا يزول. وبعيدا عن القصيدة فهنالك نظرية شاعت كثيرا واستمدت منها أفلام وروايات وحتى أشعار، تعرف بأثر الفراشة أو نظرية الفوضى. وتقوم هذه النظرية بعد التبسيط على افتراض أن حدثا بسيطا صغيرا قد يجري في مكان وزمان ما يكون له تداعياته وأثره الكبير في مكان وزمان آخرين. وقد استمد اسم هذه النظرية من مثال يطرح دائما عن تحريك فراشة لجناحيها في الصين مثلا، فإن ذلك قد يساهم بإحداث أعاصير في أمريكا. ولهذه النظرية ما يدعمها من قوانين فيزيائية وعلمية، معربها هو الفيزيائي الأمريكي إدوارد لورينتيز. وبعيدا عن هذه النظرية فإن هناك عديد الأحداث التي جرت وتجري في مكان وزمان ما، ولطالما كانت تداعياتها في مكان وزمان آخرين،
وهذه هي رسالة هذا العمل الذي سعينا خلاله لربط أحداث عديدة جرت في العالم بالعودة إلى الجذور أو إلى شرارة جرت في مكان وزمان آخرين. ولأن العام 1979 كان واحداً من أكثر الأعوام مفصلية في التاريخ لما جرى فيه من أحداث كبرى غيرت مجرى هذا التاريخ، وكان لها أثرها الكبير حتى على حياة من لم يولدوا فيه أو يعاصروه. فأولئك الأطفال الذين ولدوا الآن في مخيمات اللاجئين السوريين على سبيل المثال قد لا يدركون أن جزءاً من معاناتهم هذه كان أحد أسبابها ما جرى في إيران العام 1979. كذلك قد لا يعلم طفل عراقي ولد الآن في المهجر أو في بلاد بعيدة عن بلاده الأصلية، قد لا يدرك هو الآخر أن جزءاً من تغريبته هذه كان قد أسس لها العام 1979. وعديدة هي الأمثلة والأحداث في كل مكان، من أفغانستان إلى إيران مروراً بالعراق ومصر وصولاً للجزائر وغيرها الكثير، التي قد تبلغ ذروتها بإعلان الاتحاد السوفيتي سقوطه وتفككه. كلها كان لها بذرة في عام واحد، عام سيبقى أو ستبقى الأحداث التي جرت فيه طوال التاريخ محفورة في الكتب وذاكرة الكثيرين. فكما لكل حدث بداية ولكل أمر تداعيات، فإن لكل ما يجري بداية وتاريخ، وكثيرة هي الأحداث التي كانت بدايتها العام 1979.